Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, c'est notre première leçon en fait dans ce cours de linguistique française. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre la différence en fait entre les temps. Par exemple, le présent, le passé composé, le passé simple, le futur proche, le futur simple, le présent. Donc, nous avons déjà travaillé sur le présent l'année dernière. Nous avons already travaillé sur le موضوع le présent, et aussi la deuxième semestre, nous avons travaillé sur le futur, le passé composé. Le passé composé. Et nous allons travailler sur le futur proche. Avant de commencer ou d'apprendre le futur en général, il faut savoir dans la langue française, il y a du futur. Il y a deux futurs. Le futur simple, le futur proche. Le futur simple, le futur proche, يعني أنا بدي أسافر غد بكرة مثلا، تمام؟ أو غدا رحلتي على فرنسا، أو مثلا بدي راح أكل مثلا مثلا بولي جاجا سوسوار، أو جو في فيغ مون انيفرسير لو لوندومان، بكرة أو غدا بدي أعمل عيد ميلاد تاعي، فإحنا بنحكي عن الشغلات القريبة والشغلات اللي أنت متأكد أنك راح تعملها والشغلات اللي أنت على يقين من أنك راح تعملها، طبعا هذا هو الفوتيوغ بروش. طيب، الآن اللي إحنا عرفناه انه في الفوتور في عندنا فوتور سام وفوتور بروش. اليوم او في المحاضرات الاولى من الماده هاي راح نشتغل الفوتور بروش، تمام؟ وفي المحاضرات اللاحقه راح نشتغل على الفوتور سام. طيب، والعام الماضي اشتغلنا على البريزون واشتغلنا على لو باسي كومبوزي. طيب، خلينا نكتب على ورقه هنا شو هي الازمنه اللي احنا راح نشتغل عليها. اول شيء في عندنا اللي هو لو بريزون، تمام؟ اسمحوا لي شويه بس، لو بريزون هذا اشتغلنا عليه الماضي العام الماضي. طيب نيجي على ايش؟ ليش حط اللي غلط هنا شويه بس، لو بريزون مش عارف ليش حطها. اوكي، نيجي على ثاني شغله اللي هو لو باسي كومبوزي، تمام؟ كوم و زي هذا برضو اشتغلنا عليه العام الماضي. طبعا العام هذا ان شاء الله والفصل هذا راح نشتغل على اللي هو طبعا لو فيتور، تمام؟ خوش راح نشتغل على اللي هو لو فوتور سام، وراح نشتغل على اللي هو طبعا ايه يا جماعة لامباخي، تمام؟ اسمحوا لي شوية صغيرة بس بعد اذنكم. الان هم خمس ازمنة لحتى الان: بريزون، باسي كومبوزي، فوتور بروش، فوتور سام، امباخي. في عندنا حاجة باللغة الفرنسية اسمها اللي هو طبعا خليكم معي شوية هنا لو باسي سام. صراحة هذا أنا بدي أحط جنبه نجمة لأنه هذا إحنا ما راح نأخذه حاليا، أو بس حناخذ عنه فكرة بسيطة في السنين القادمة، لأنه بصراحة إحنا بطلنا نستخدمه باللغة الفرنسية، فقط استخدامه يقتصر على اللي هي الكتابات الأدبية والكتابات الفلسفية، يعني والأمور اللي فيها طبعا كتير المستوى اللغة عالي جدا بيستخدمه إحنا كطلاب أو ك يعني ناطقين باللغة الفرنسية. ما بنستخدمه في الوقت الحالي او يعني بريسكو جامي، يعني تقريبا نهائيا مش حنستخدمه، تمام؟ اوكي، دونك لو بريزون نو سافون توس سي كوا لو بريزون، نعرف كلنا شو هو لو بريزون. لو باسي كومبوزي برضو اون لابخي ديجا لان ديغنيير. طيب، والفوتور بروش فوتور سام لامبارفي راح نشتغل عليهم. طيب، افون دو كومونسي دابخوندر اون فيت، افون دو كومونسي و افون دابخوندر لو فوتور بروش، اون فا فير اون بوتيت ريفيزيون بور لو باسي كومبوزي، راح نعمل اللي هو طبعا ايه مراجعة بسيطة للباسي كومبوزي لحتى ما ننسى، الله يرضى عليكم. طيب، لو باسي كومبوزي بحكي لك أول حاجة من شو بتركب؟ بتركب من البخونو، تمام؟ هذا اختصار البخونو، تمام؟ تمام، هاي بخونو، بلس زاد، اكزيليير اللي هو الفعل المساعد، زاد اللي هو البارتيسيب باسي بتاع الفعل. طيب، بالنسبة للاكزيليير، شو هو الاكزيليير؟ تمام، هاي اكزيليير، تمام؟ هو العبارة عن الفعل المساعد اللي هو الهيلبينج فيرب. شو هو الاكزيليير؟ الاكزيليير هو الهيلبينج فيرب. بالانجليزي عندنا فيرب تو بي وفيرب تو هاف، مظبوط؟ طيب،
الان بالفرنسي في عندنا فيرب اتر وفي عندنا فيرب افوار. شو هما الاكزيليير؟ تعالوا نشوفهم، اللي هما عباره عن اتر تمام، او اللي هو طبعا افوار. متى بنستخدم افوار؟ بنستخدم افوار كاكزيليير تقريبا 99%، مش عارف وين في المية بتيجي هنا، 99% من، او بنقدر نحكي اللي هو، شو صار عندي الجهاز علق شوي، اسمحوا لي بس، 90% من أفعال اللغة الفرنسية بتأخذ اللي هو فعل أفوا، تمام؟ على سبيل المثال في عندي الآن فيرب مونجي، تمام؟ بيأخذ طبعاً لما نيجي نعمله، لما بنيجي بنعمله في الباسي كومبوزي بياخذ أفوا. تعالوا ناخذ مثال عليه اللي هو، هاي بدي أحط بخنو، ناخذ القاعدة اللي هنا، هاي القاعدة هاي، تعالوا ننسخها هنا، هاي مراجعة يعني ما بعطي إشي جديد. بخنو بدنا نجي، ولا بخنو بدي احكي انا اكلت التفاحه، بخنو اللي هو جو بلس اكزيليير اللي هو طبعا افوار مظبوط، بلس لو زائد بارتيسيب باسي طبعا بتاع اللي هو ايش، مونجي. طيب الان تعالوا نعيدها كمان مره، جو افوار شو بتصير مع جو؟ بتصير اي مظبوط، ولكن احنا كلنا بنعرف انه اي بدي يعني ابوستروف هنا، جي مونجي بارتيسيب باسي بتاع مونجي اللي هو مونجي بالشكل التالي، طبعا اون بوم اكل تفاحه، هاي طبعا مثال على اللي هو افوار مظبوط، هذا افوار تمام. تعال نشوف هاي افوار بالاحمر وهي مثال على افوار. طيب الان تعالوا نشوف اللي هو اتخ، متى بيجي عندنا اتخ؟ اتخ يا جماعه خلينا نجيب اتخ هنا كنترول سي شوية بس بعد إذنكم. أوكي. هنا إتر. متى الأفعال بتيجي مع إتر؟ متى إتر بيكون هو الأكزيليير في الباسي كومبوزي؟ يعني الكلام هذا بنعرفه بس للتأكيد. إتر بتكون هي الأكزيليير في الباسي كومبوزي في حالتين. الحالة الأولى، طبعًا الحالة الأولى في حالتين، الحالة الأولى مع اللي هي طبعًا أفعال بدنا نسميها أفعال الحركة اللي هم بيتهيأ لي 16 فعل على ما أعتقد، اللي هي منها مثال على سبيل المثال ألي أخذناهم إحنا، بس أنا الآن هم لأنه ما بدي أشرحهم الآن، بس خلينا أحكي لكم شو هي على السريع تقريبا. ألي وعندنا طبعا معلش مش عارف ايش بجيب أحمر، ألي مثلا سورتير تمام، عندنا أونتخي رونتخي، عندنا بارتير بارتير، عندنا مثلا شو افعال حركه، لو فيرب ناتخ اللي هو تولد يعني من ضمنهم، اسمحوا لي شويه بس، وفيرب برضو في عندنا تومبي برضو منهم سقط منهم، وعندنا ديسمبر منهم، وعندنا مثلا في عندنا طبعا تقريبا 16 فعل مش موضوعنا الان. هذا رقم واحد من الافعال اللي بتاخذ اتخ كاكزيليير، يعني لما بنيجي نعملها في الماضي بدنا نحط لها تصريف اتخ مش افوا. تعالوا ناخذ مثال عليها، هاي اكزام تمام، مثال عليها بدنا ناخذ مثلا فعل الي، ناخذ مثال عليها فعل الي. كيف بدنا ناخذ مثال فعل الي؟ على سبيل المثال جو، طيب هاي ضمير، انا بدي احكي انا ذهبت الى مثلا السينما تمام، ذهبت الى السينما بدي احط طبعا اللي هو البخونو، بدي احط هاي القاعده، تعالوا نجيب القاعده، هاي القاعده بخونو، هاي القاعده تمام، معلش شويه بس، اوكي بخونو زائد اكزيليير هو الفعل المساعد زائد البارتيسيب باسيف. تعالوا نطبق الموضوع هذا هنا، اللي هي بخونو هو جو، انا اكزيليير اللي هو طبعا اتخ، لكن اتخ بده يتصرف مع جو بده يصير سوي، والبارتيسيب باسي بتاع الي اللي هو ذهب اللي هو بالشكل التالي الي تمام، جو سوي زالي، وطبعا بنحط او سينما ولا الى المكان اللي احنا رحنا عليه تمام. واضح يا جماعه؟ بتمنى يكون واضح. هاي في عندي اللي هو طبعا اتخ، نلونها لكم حتى تشوفوها تمام، وهي الفعل كيف اجى مع اتخ تمام.
طيب شو هي الحالة الثانية اللي بيجي معها طبعا اتر كفعل مساعد لما نعملها في الماضي؟ الحالة الثانية اللي هي اللي فيغ بنسميها الانعكاسية برو نو مي نو، تمام؟ لي فيرب برونومينو، تمام؟ طيب الافعال الانعكاسيه، شو هي الافعال الانعكاسيه؟ الافعال الانعكاسيه هي الافعال اللي بيكون قبلها سو وبعد هيك بيجي الفعل، على سبيل المثال زي برو سو برو مو ني، انه يتنزه، اللي هي فيها حرف التاء، يتنزه، يستلقي، تمام؟ يستعد، يستمر، تمام؟ في عندي هنا برضه فعل غستي كمان من ضمن هذول، تمام؟ اوكي. الآن الأفعال اللي بتبدأ بسو، طبعًا إحنا معروف اللي فيرب خوني منو باللغة الفرنسية هم نوعين، في نوع إجباري، آسف، في نوع بيجي دائمًا مع سو، ممكن في نوع بيجي ممكن يجي مع سو ممكن بدون سو. هذا مش موضوع المبنى نشرحه الآن. الآن هذا على سبيل المثال فيرب سو بخوموني ممكن يجي مع سو وممكن يجي بدون سو، كيف يعني؟ هلا أنا ممكن أجي مثلًا أحكي مع سو، بدي أجي أحكي، تعالوا ناخذ مثال عليها، جو السو بتصير مو، صح ولا لا؟ السو بتتصرف، جو بتصير مو، جو مو، وبدي احط اتخ، تصريف اتخ هنا، جو مو سوي خو مو، تمام؟ خوموني، تمام؟ جو مو سوي خوموني. هلا في الحالة هي اجت ايش؟ مع السو، شايفين يا جماعة؟ سو بخوموني، جو مو سوي خوموني. طيب، الآن الحالة هي بما انها اجت مع السو فبدي احط لها اتخ. متى هذا الفعل ممكن يجي بدون سو؟ لما يكون في عندي مفعول به. هلا انا بدي احكي انا تمشيت، انا تمشيت، مين المفعول به؟ اللي هو الفاعل، انا الفاعل وانا في محل مفعول به. طيب لما انا بدي اجي احكي انا مشيت الكلب بتاعي، انا يعني اخذت الكلب بتاعي، اخذته امشيه يعني، تمام، اطششه، تمام، فبحكي جي بخوموني مون شيان، فبتصير هنا بستخدم بخوموني، تمام، يعني ممكن سبخوموني بيعود علي انا، انا الفاعل وانا المفعول به، استخدمنا السو، لكن ممكن سبخوموني يجي هنا بدون سو. على سبيل المثال تعالوا نشوف هنا خوموني لحالها بدون سو، اذا اجت بخوموني او اي فعل من الافعال الانعكاسيه بدون السو فهو بياخذ افواغ، ليش؟ لانه ما في عندي سو، فبما انه ما في عندي سو بطل، طب ما عادش هذا فعل من الافعال اللي بنسميها لي فيرب خومينو، تمام؟ طالما انه احنا حذفنا السو بطل فعل من الافعال الانعكاسيه، صار فعل عادي. ليه؟ لانه بده مفعول به، لانه الافعال الانعكاسيه بدها ما بدها مفعول به، والافعال العاديه بدها مفعول به. هنا فعل انعكاسي ما بدي مفعول به، هنا فعل عادي بدنا مفعول به. على سبيل المثال انه ايه؟ جي خو مو ني مون شيان، تمام؟ شفتوا كيف؟ بخوموني اجت مره مع افواغ، وبخوموني اجت مره مع اتخ. متى اجت مع افواغ؟ لانها اجت بدون سو. متى اجت مع اتخ؟ لانها اجت مع سو. ليش هنا اجت مع افواغ بدون سو؟ ليش هنا اجت مع اتخ بالسو؟ هنا اجت مع افواغ بدون السو لانه في عندي مفعول به. هنا اجت مع اتخ مع السو لانه هنا ما بتدل على وجود اللي هو المفعول به، تمام؟ نتوقف لهنا دقيقه بس بعد اذنكم. هذا أول فرق ما بين الأفعال اللي هي طبعاً في الباسي كومبوزي اللي بتأخذ أفواغ والأفعال اللي بتأخذ إتخ. شو هي الأفعال اللي بتأخذ أفواغ؟ قلنا حكينا حوالي 90 من 98%، والأفعال اللي بتأخذ إتخ هي تقريباً من الأفعال نوعين اللي بتأخذ إتخ، اللي هي إما أفعال الحركة أو أفعال بنسميها اللي بتكون، تمام؟ هذول الاثنين. طيب هلا هيك بيكون إحنا رجعنا بشكل عام اللي هو الباسي كومبوزي، لكن بظل في عندي نقطتين مهمات جدا يا جماعة. شو هما النقطتين المهمات في اللي هو الباسي كومبوزي؟ تعالوا نشوف هنا على سبيل المثال الجملة هاي بدي أعملها مع جميع الضمائر، بدي أعملها إيه؟ مع جميع الضمائر. كيف يعني؟ بدي أنسخها كذا مرة، تمام؟ اسمحوا لي شوية بس. النقطة الأولى اللي ضايل علينا، تمام؟ كمان مرة، كمان مرة، كمان مرة، كمان مرة، كمان مرة، تمام. تعالوا نشوف هلا جو أول مرة أجت مع جو، ثاني مرة بدنا نخليها تيجي مع إيه؟ تشي تشي آ، تمام، مزبوط هيك. ثالث مرة بدنا نخليها تيجي مع إيل أو إل، نفس الحاجة، هو أو هي، تمام. الآن وهنا جو بدها تصير نو زافون، تمام، هاي انصرفتها مع جميع الضمائر.
وهنا vous avez تمام وهنا elle أو il نفس الحاجة ils ont تمام هلا j'ai promené mon chien tu as promené mon chien أنا نزهت أو طششت الكلب بتاعي أنت طششت الكلب بتاعي هو طشش الكلب بتاعي هم نحن طششنا الكلب بتاعي هم نفس الحاجة أو هن طيب الآن هاي أنت بإمكانك تغير الأدجكتيف بوسيسيف أو بدونها ما في مشكلة ليه؟ لأنه هنا في جميع الحالات اللي هو الدوج بتاعي ماي دوج تمام؟ طيب الآن لاحظوا عندي عشان نغير الضمير غيرنا فقط الضمير والكونجيجيزون بتاع الإكزيليا بدون أي مشكلة تمام؟ طيب الآن تعالوا الفعل هذه الجملة هاي نفسها اللي عملناها مع أفواغ بدنا نعملها مع إتر مش احنا عملناها قبل شوي هنا مع إت هذه هي جمل سويب كوموني تمام تعالوا نعملها هنا بدنا نحط هيك شوية بس اسمحوا لي شوية صغيرة بس طيب الآن أول شيء هذا الفيرب سوبخوموني تمام هيو هنا اللي هو سوبخوموني تمام هلا مع جو جم سويبخوموني طيب مع تي صح الآن مع تي بتصير تو تو طبعا تو تي تو تي بخوموني صح طيب الآن نجي على إيل أو إل طبعا إيل وهنا إس سو طبعا في عندي حاجة الآن بحكيها اللي هي الأبوستروف تمام إيل سيب خوموني طبعا في عندي هنا إيش بنسوي يا جماعة بنحط هاي سيب خوموني طيب اسمحوا لي شوية صغيرة بس بعد إذن نكمل بس بعد إذنكم طيب وحكينا بنحط الأبوستروف نفس الحاجة بدنا نحط هنا الأبوستروف تمام طيب سيب خوموني وإيل سيب خوموني وطبعا الضمير اللي بيجي بعدهم اللي هو نو تمام طيب الان نو عندي موسوي شو بدها تصير موسوي اول شيء اللي هو سوي بتصير سوم مظبوط والمو تصريفها مع نو طبعا اللي هي نو كمان مره اوكي طبعا هنا فو فوزيت فو فوزيت هنا طبعا فو تمام فوزيت فو فوزيت بخوني اسمحوا لي شوي بس وهنا طبعا ال سو سون خوموني طيب هنا هذا تصريفه مع اللي هو اير فعل انعكاسي طيب شو هي النقطة الأولى من نقطة حكينا إنه في عندنا نقطتين فرق بين اللي هو الفعل الأفعال تاخذ مع اير وأفعال تاخذ مع عضو النقطة الأولى إنه عندي هنا صرفنا غيرنا اللي هو الضمير وتصريف الأبوا وعندي نفس الحاجة هنا غيرنا الضمير والتصريف اللي هو إيش أو إتخ لكن بحكي لي شغلة بس بعد إذنك تذكر النقطة الأولى إنه عندي مع الأفعال اللي بتاخد إتخ لما بنصرف الباسي كومبوز لما نعمل الباسي كومبوزي إذا كان الهيلبينج فيرب هو عبارة عن إتخ مش أبوا بده يصير في عندي حاجة اسمها أكور شو هو أكور هي عبارة عن التوافق شو هو التوافق؟ هو التوافق ما بين الجنس والعدد على سبيل المثال جو مسوي بخوموني إذا كنت أنا بنت اللي بحكي بدي أحط أو إذا كنت شاب بشيل الأو بخلي أو واحدة أكسر طب الآن إذا أنا بحكي مع بنت بحكي لها توتي بخوموني بدي أحط لها أو هنا إذا بحكي مع شاب بخليه طبعا هيك تمام؟ إيل إيل ما هي معروفة جمع آسف ضمير مذكر تمام؟ مفرد اللي هو إيل هو تمام فبالتالي ما بنعملها شيء ولكن في حال هنا شايفين لو في حال لو عملنا ال اوكي سي خو مو ني بدي اضيف او ليش؟ لانه عندي هنا يا جماعه ال هي مؤنث نو والله اذا احنا شباب او ذكور اللي بنتكلم بنحط اس اذا كنا اناث بنحط او اس فو والله اذا انا بحكي معكم انتم شباب يعني ذكور بحط اس انتم بنات بحط او اس ال كونها مؤنث جمع بدي احط او اس تمام تعالوا نشوف ايل على سبيل المثال ايل سو سون خو مو ني
بالشكل الثاني حطيت اس. ليش؟ لأنه هم، هم هو جمع مذكر، تمام؟ هنا جمع مؤنث، فهذا اللي بيصير. هاي النقطة الأولى، الفرق بين الأفعال اللي بتاخذ مع ادخل، فرق التصريف اللي الأفعال اللي بتاخذ أفوا. طيب الآن اللي صار عندنا، النقطة الأولى هي عبارة عن إنه في مع الأفوا صحيح صرفنا وغيرنا الضمير، لكن ما في عندي أكور هنا، تمام؟ تمام؟ يعني بعد الفعل ما في عندي أو ولا أو إس. بعد الفعل ما في، الأفعال اللي بتاخذ أفوا ما فيها أو أو إس في النهاية، تمام؟ ما فيها أكور، توافق. لكن الأفعال اللي بتاخذ ادخ نفس الشغلة. سواء كانت أفعال من أفعال الحركة، تمام، أو من أفعال الانعكاسية. على سبيل المثال بدنا نيجي نحكي، تمام، الآن بدنا ناخذ فيرب توم بي من أفعال الحركة، نيجي بنحكي نفس الحاجة لأنه مضى الوقت. اسمحوا لي شوي شوف قديش الوقت اللي صار. طيب تمام، نفس الشيء. شو هي النقطة الثانية إنه إحنا بدنا نيجي نعملها، اللي هو فرق ما بين اللي هو طبعا الأفعال اللي بتاخذ أفواغ والأفعال اللي بتاخذ إيه. النقطة الثانية إنه جميع الأفعال اللي بتنتهي بأو آر، تمام، خليكم معي شوية. النقطة الثانية في موضوع الباسي كومبوزي بشكل عام، آسف، جميع الأفعال اللي بتنتهي بأو آر زي فعل مثلا على سبيل المثال ألي، أو فعل اللي هو مونجي، تمام، أو فعل مثلا فواياجي، كل هاي الافعال بتنتهي بو ار في حاله البارتيسيب باسي. لما انا بدي احولها، لما انا بدي احول الافعال هاي ل لماضي، لما بدي استخدمها في الماضي الباسي كومبوزي، الماضي المركب، فبالتالي هنا انا محتاج اجيب من الفعل هذا حاجه اسمها بارتيسيب باسي. شو هو البارتيسيب باسي؟ البارتيسيب باسي هو عباره عن تصريف الفعل اللي بنستخدمه لما احنا نروح نعمله باسي كومبوزي. على سبيل المثال الافعال اللي بتنتهي بو ار بتصير بالشكل التالي، تمام، اوكي، تمام. ولكن في عندي مجموعات افعال ثانيه، في عندي بتنتهي بي ار، في عندي بتنتهي بو ار ار او، في عندي بتنتهي بواف، في عندي مجموعات اخرى. كيف انا بدي اعرف البارتيسيب باسي؟ هلا انا عرفت اني انا اصرف متى اجيب اهل في الحاله هاي، انا بناء على المحاضره هاي وما سبقها، انا عرفت متى اصرف الفعل مع افواغ ومتى استخدمه مع ادخ، وعرفت شو هم الافعال اللي بتيجي مع افواغ وشو هي الافعال اللي بتيجي مع ادخ. طيب الان كيف انا بدي اعرف، وبعرف اصرف ادخ وبعرف اصرف افواغ، لكن انا كيف بدي اعرف انه الفعل الثاني هذا اللي هو سواء بيجي مع ادخ او افواغ كيف بده يصير في النهايه؟ انا بدي احكي لك كيف بدك تعرف. الافعال اللي تنتهي بو اخ حكينا بنحولها لاو اكسون، اما بالنسبه لباقي الافعال ما بدي اقعد افوت بالشرحات. بتروح انت شو بتساوي؟ بتروح بتفوت على الانترنت هنا، بتكتب طبعا اللي هو لو بارتيسيب، هاي بتكتب الجمله هاي، شايفها، شايفينها، لو بارتيسيب باسي دي فيرب، اللي هو الباست بارتيسيبل اوف فيربس. طبعا في منهم راح تلاقي اللي هو طبعا الصور هاي او مواقع، انا راح احط طبعا على المودل جدول للشغل هاي. على سبيل المثال لو احنا فتحنا الصفحه هاي، تمام، هاي الصفحه هاي، تعالوا نفتحها نشوف، راح نشوف انه فتح لي اللي هو طبعا ايه، فتح لي على سبيل المثال هاي. طبعا هنا سيبك، هذا شكله الماني او ما بعرفش، العمود الاخير سيبك منه. عندي فيرب كورير، هذا الفعل بينتهي بي ار، البارتيسيب تبعه اللي هو كوري. على سبيل المثال لو انا بدي اجي احكي كورير معناه يجري، بدي اجي احكي انه انا جريت، بحكي جي كوري، تمام. على سبيل المثال في عندي كوناتخ، يعرف، بدي اجي احكيها في الماضي بيصير جي كوني، تمام، اوكي. ركوناتخ، يتعرف على حدا او يستعرف على حدا، ركوني. اباريتخ معناها ظهر، اباري، تمام. ديسباريتخ اختفى، ديسباري. لحالك بس انت تقرا الجدول هذا مرتين ثلاثه راح تشوف انه انك عرفت وتعرفت طبعا، وبشكل تلقائي تصير تعرف تصرف اللي هو البارتيسيب باسي، او تعرف شو هو البارتيسيب باسي من اي فعل. يعطيكم العافيه لحد هنا، والى اللقاء في محاضرتنا الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.